مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى وجمعتنا مع فقرة الصحافة اللي بنناقش فيها المانشيتات اليومية النهاردة، وبيساعدنا في تحليل الخبر معانا عبر الماسنجر الأستاذ محمد مصطفى، مدير تحليل وكالة أنباء الشرق الأوسط للشؤون الخارجية. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور على حضرتك أستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. يعني الحقيقة طبعا يعني اسمح لنا ان احنا نقول اول خبر ونتناقش فيه مع حضرتك. مشاهدينا الخبر الاول، الرئيس السيسي يخصص 500 مليون دولار لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة. اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتي عقدت بقصر الإليزي في باريس، بمشاركة الرئيس الفرنسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. الحقيقة طبعا أستاذ محمد احنا قدام خبر يعني في المقام الأول خبر إنساني طبعا، ويعني الحقيقة ده مش أول مرة على مصر أنها تساند دول شقيقة، وطبعا حضرتك كان عارف وكل مشاهدين عارفين في السابق طبعا مصر ساعدت بعض الدول طبعا في محنتها، فحابين حضرتك تكلمنا عن يعني هذا الخبر وكمان الوضع وصل لإيه في قطاع غزة. يعني بطبيعة الحال هو الخبر يعدو مجرد كونه خبرا إنسانيا، لكنه يرقى إلى درجة التأكيد مرة أخرى على أن هذه المساعدات هي في إطار حرص مصر وقيادتها على دعم الصمود الفلسطيني. عندما نتحدث عن دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة التي يواجه فيها هذه الضغوط والتحديات والحرب، فنحن نتحدث عن دعم صموده لتحقيق هدفه الأساسي في إقامة دولته وكافة أهداف الشعب الفلسطيني المشروع. فكان لابد من أن يكون هناك دعما اقتصاديا وماليا حتى يستطيع المواطن الفلسطيني الصمود في المرحلة القادمة. نحن نعلم جميعا أن الهدف الحالي، الهدف الأهم في هذه المرحلة، هو وقف العنف الذي يستهدف الشعب الفلسطيني. لكن بعدما تتوقف آلة العنف لابد من أن يتحرك الفلسطينيون نحو إعادة البناء مرة أخرى. المبلغ قد يراه الكثيرون كبيرا ومفاجئا، يعني المبادرة اللي أعلن عنها رئيس سيسي أتصور أنها كانت مفاجأة بشكل كبير للكثيرين، لكن من وجهة نظري لا أحد يمكنه أن يشكك في المدى الذي يمكن أن يصل إليه دعم الشعب الفلسطيني أو دعمنا للشعب الفلسطيني. نحن قدمنا من قبل في سنوات وعقود سابقة ضريبة الدم لنصرة القضية الفلسطينية، والآن هذا جزء من الدعم المصري المتواصل على مدى عقود طويلة للإخوة الفلسطينيين. فهو بيأتي في هذا الإطار، البعد الإنساني اللي حضرتك أشرت إليه، وأيضا البعد المتعلق بدعم صمود الشعب الفلسطيني. وعندما نشير إلى نصف مليار دولار فلابد أن ندرك أن الرئيس السيسي حرص على الإشارة إلى الدور الذي تقوم به الشركات المصرية في إعادة الإعمار. يعني مش هناخد الفلوس دي نديها لشركات أجنبية ونقول لهم روحوا عمروا غزة، لا، هذا أمر يسهم أيضا في تنشيط ليس فقط الاقتصاد الفلسطيني لكن أيضا الاقتصاد المصري من خلال الدور الذي يمكن أن تلعبه شركاته في عملية إعادة الإعمار. ونحن نعلم جميعا أن الدول التي تشارك في عمليات إعادة الإعمار على مستوى العالم سواء بقى أو بليبيا والعراق وغيرها أو حتى سوريا، الدول اللي بتتأثر من جراء الحروب، هذه عمليات لا تقوم بها سوى دول عظمى تملك شركات كبرى قادرة فعلا على إعادة إعمار دول بعد الصراعات. فهذا يعني أننا انتقلنا بشركاتنا وتحديدا شركات المقاولات والبنية التحتية إلى مستوى أعلى مما كنا عليه بكثير في السابق، يمكننا من الدخول في منطقة زي غزة، منطقة محفوفة بالمخاطر ومنطقة فيها عمليات هدم وتدمير كبيرة،
وبالتالي ننظر ايضا الى الجاره الغربيه ليبيا وعمليات اعاده الاعمار اللي تحدث عليها رئيس او تحدث عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لما زار ليبيا مؤخرا مع عدد من الوزراء. يبقى احنا النهارده بنتكلم عن اله اقتصاديه نشطه وقويه تملكها مصر، قادره على التدخل ليس فقط بقى امنيا او عسكريا او استخباريا او دبلوماسيا وسياسيا، لكن ايضا في عمليات هي الاهم بالنسبه لهذه الشعوب وهي المتعلقه باعاده الاعمار. تمام. يعني هو طبعا يعني زي ما حضرتك يعني اوضحته، احنا كمان يعني كان الخبر اللي معانا بعد كده ايضا متعلق بهذه القضيه، وهي رسائل قويه للرئيس السيسي من القمه الثلاثيه مع الرئيس الفرنسي، لا حل سوى باقامه دوله فلسطينيه يتمتع بداخلها الفلسطينيون بكامل حقوقهم، وحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد مع الفصائل الفلسطينية، ويعني أيضا يعني دعا الرئيس إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء ولبدء الجهود الدولية في تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين. برضو يعني حضرتك يعني أشار الرئيس لهذه المبادرات، فحابين برضو حضرتك توضح لنا. يعني خلينا نرجع شوية للوراء لأسابيع وأشهر قليلة، عندما كان العالم كله يترقب الانتخابات الأمريكية وأنفاس العالم كلها كانت محبوسة، ولم نشهد أي دولة تقدم على أي مبادرة في أي اتجاه لحل أي أو لحلحلة أي ملف سياسي. لكن في هذه المرحلة كانت مصر بتتحرك في إطار آلية جديدة اسمها الرباعي، وهذه الآلية الرباعية اللي بتضم مصر وفرنسا وألمانيا والأردن قامت بجهد واضح، وأتصور أننا قد نشهد نتائجه الإيجابية في الفترة القادمة. وكان الهدف من هذه الاجتماعات ألا يتم الانتظار طويلا لحين إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية ومعرفة رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن عملية السلام، وإنما التحرك لوضع نقاط على الحروف حتى يمكن إطلاق عملية سلام جديدة بعد تولي الإدارة الأمريكية مقاليد الحكم. وحطوا يعني عناصر مهمة جدا لتحريك عملية السلام، وأتصور إن يعني هذا التحرك في هذا الملف في التوقيت السابق للانتخابات الأمريكية سيكون مهما جدا بعد وقف آلة الحرب الإسرائيلية عن ضرب الشعب الفلسطيني، حتى يمكن بعدها البدء من نقطة أكثر تقدما باتجاه عملية السلام. لكن النقطة اللي أنا لفتت نظري صراحة في محادثات السيد الرئيس وفي القمتين اللي حضرهم حتى، وهو حديثه ليس فقط عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بطبيعة الحال، ويجب أن ننظر إلى حتى المصطلحات عندما نتحدث عن القدس الشرقية أو القدس الشريف. القدس الشرقية هي الأكثر اتساعا، يعني ما نتحدث عن الحرم الشريف فقط، أتصور أن احنا جغرافيا نكون بنتكلم في دائرة أضيق. لكن النقطة المهمة اللي تحدث عنها الرئيس هي أن المطلوب ليس فقط تحقيق سلام، وليس فقط تحقيق استقرار، وليس فقط تحقيق تنمية للشعب الفلسطيني، وإنما أن يكون هذا السلام مستداما، وأن يكون الاستقرار مستداما، وأن تكون التنمية مستدامة. يعني مش عايزين حلول قصيرة الأمد، لكننا نريد أن تكون هذه الحلول لها من القابلية ما يسمح لها بالاستمرارية لفترة طويلة، لأن الشعوب مقدراتها ليست يعني لعبة في يد أي طرف، ويجب أن يتم وضع النقاط الأساسية التي تسمح لهذا السلام أن يكون مستداما. وهذه نقطة بالغة الأهمية. مصر على سبيل المثال كان لها معاهدة سلام مع الجانب الإسرائيلي، استعدنا في إطارها كامل الأراضي المصرية المحتلة في سلام، أتصور أنه مستدام لأنه قام على أساس من إدراك إسرائيل لقوة مصر. فعندما يتحدثوا عن دولة فلسطينية الآن منزوعة السلاح أو مستضعفة، يعني تأخذ إطارا شكليا فقط، هنا لا تكون الندية متوفرة، وبالتالي لا يمكن تصور أن يكون هذا السلام أو الاستقرار مستداما في الفترة القادمة. ففي أمور كثيرة لابد من ضبطها، والمصطلحات السياسية بتخفي وراءها كثيرا من المعاني التي أتصور أنه من المهم أن نتوقف أمامها
بقدر اكبر من التحليل يعني. يعني هو طبعا استاذ محمد احنا بنتمنى طبعا يعني السلام يعني يعم في قطاع غزة وفي كل العالم يا ربي، ويعني ينتهي هذه الأزمة والعنف يا ربي من العالم كله يا رب. طيب اسمح لنا استاذ محمد ننتقل لخبر آخر. مشاهدينا الخبر اللي معانا بعد كده: مدبولي يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدائري حول المنصورة ورافد جمصة بتكلفة 1.2 مليار جنيه. تفقد رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل محافظ الدقهلية مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة الرابط بين كوبري الجامعة وكوبري منية سندوب عقب تفقدهم مواقع العمل في مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها إلى المنصورة. وأثنى رئيس الوزراء على كل مشروعات الطرق والكباري التي يتم تنفيذها للتيسير على حركة المواطنين والبضائع، والتي تعد ركيزة أساسية للنهضة التنموية التي تقوم بها الدولة خلال هذه المرحلة، مؤكدا ضرورة توجيه أقصى درجات الاهتمام لتقديم كل الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر. الحقيقة طبعا أستاذ محمد يعني هذا الخبر يخلينا ننتقل لنقطة ان احنا فعلا يعني الفترة القليلة الماضية يعني السنوات القليلة الماضية شهدنا طفرة فعلا في الطرق وفي التيسير فعلا على المواطنين في الطرق وانشاء كباري جديدة وطرق يعني تم التسهيل فيها بطريقة كبيرة جدا. فحابين يعني حضرتك تكلمنا عن هذه الخطوات الجميلة يعني، ودايما يكون في تطوير أكتر وكل بلد بتطور من نفسها أكتر وأكتر، دي بتتحط في موضع مهم يعني، فحابين حضرتك تناقشنا في هذا الخبر. يعني خليني بداية أقر أعترف وأنا مواطن مصري مثل كثيرين أبناء الوطن، ليس فقط محبي ولكن حتى المتشككين عن كونية في مسارات قيادة الدولة أو إدارتها، بعد أخير وأعترف أن صورة مصر قد تغيرت خلال 4 سنوات أو 5 سنوات. الصورة على الأرض تغيرت بشكل يعني لا يمكن تجاهله. الشكل تغير، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، وأكثر فيما يتعلق بإقامة الطرق والكباري وحتى الأنفاق. عندما نتحدث عن الطرق في مصر والكباري في مصر والأنفاق في مصر، أنا بحب أشبه الدولة المصرية بالجسد، جسد الإنسان. الطرق والكباري والأنفاق، هذه المحاور هي بمثابة الشرايين التي تتحرك في الجسم. تصورنا ان اي شريان من هذه الشرايين في جسد الانسان اصيب بجلطة يعني انسداد، هل سيتوقف جزء فقط من جسمه ولا الجسم كله سيصاب بالعلة؟ مظبوط، الجسم كله سيصاب طبعا. والنقطة الاكثر تأثيرا قد تكون مرتبطة بمكان هذا الانسداد، ان الجسد كله هيتأثر. بس الامر يتعلق بمصر، يجب أو كان يجب وفق رؤية السيد الرئيس والحكومة المصرية ألا يتم يعني أو ألا يكون هناك أي احتمال لانسدادات في شرايين الجسد المصري. فيجب فتح المحاور، ويجب أن تكون الطرق واسعة، ويجب أن تكون وفقا للمعايير العالمية، لأن مصر كلها كله متكامل. يعني مش متصور أن كان يتم إنشاء طرق في القاهرة بمبالغ ضخمة وتجاهل الصعيد او الدلتا ولا الساحل الشمالي الى اقصى نقطه في مصر غربا على الحدود مع ليبيا، او شرقا حتى في اقصى سيناء، او جنوبا على الحدود مع السودان. كله متكامل حتى يتمتع الجسد المصري بالاريحيه الكافيه للحركه والتقدم الى الامام. فالموضوع ليس رفاهيه، لكن كان بيتم في اطار رؤيه محدده لنشوف افتتاح هذه المحاور والطرق في محافظة الدقهلية وفي مدينة المنصورة وتقومها النهاردة. المنصورة يعني مدينة المنصورة الجديدة، معلوماتي ان اسعار العقارات فيها في المنصورة الجديد عالية جدا، يمكن تقترب من الساحل الشمالي ان لم تكن تزيد عليه. لانك قدرت تستثمر على الارض في منطقة حصل دراسات بشأنها، وان فيها
يعني وفرات مالية تسمح للمواطنين بالاستثمار داخل محافظتهم وحياة والتمتع بالمحافظة بدلا من النزوح إلى مدن أكثر تقدما كتميم أو اسكندرية. في رؤية متكاملة. تمام. الإطار بتاعها هو اللي أشرت إليه لحضرتك وهو المتعلق بضرورة ضخ دماء في شرايين الجسد المصري دون وجود أي احتمالات لانسداد تعوق قدرة هذا الجسد على التفكير وعلى التحرك والتقدم للأمام. يعني هو فعلا زي ما حضرتك اوضحت، واحنا يعني بنبقى دايما فخورين بهذا التطوير، وان شاء الله يعني بنرى الافضل في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب اسمح لنا ننتقل لخبر اخر استاذ محمد. نائب وزير الخارجيه، مصر مستمره في تسخير امكاناتها لدعم الاشقاء الليبيين في جميع المجالات. شارك نائب وزير الخارجيه للشؤون الافريقيه في أعمال جلسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول الأوضاع في ليبيا، ونوه نائب الوزير بأهمية اطلاع القارة الأفريقية بدورها في إنهاء الأزمة الليبية وفق إرادة الشعب الليبي ومقررات الأمم المتحدة. يعني أيضا لو جينا اتكلمنا أستاذ محمد عن الوضع في ليبيا، وصل لحد فين؟ وطبعا يعني حابين حضرتك تقول لنا الوضع كمان يعني سوف يعني إن شاء الله ينتهي امتى، ومع تضافر الجهود المبذوله حضرتك برضو وضحها لنا اكتر. نعم. الامر المهم هو الاراده السياسيه او الاراده الشعبيه لدى الاشقاء الليبيين. لو لم تتحقق هذه الاراده بشكل كامل لا يمكن التصور، مهما بذلت الاطراف الدوليه والاقليميه من جهود لا يمكن تصور خروج ليبيا من عثرتها او خروج ليبيا من حاله الحرب وارتقاها الى حاله السلام والتنميه. فدي نقطه اساسيه. لكن لا يمكن انتظار لحين تحقق هذه الاراده الليبيه بشكل كامل. عشان كده شفنا مصر تحديدا لانها الطرف الذي يتحرك بحسن النيه الكامل تجاه الاشقاء الليبيين وبعيدا بشكل كامل عن اي مشروطيات سياسيه بهدف تحقيق وحدة أو سعادة وحدة الشعب الليبي وسيادته على أراضيه على مقدرات. فمصر تحركت منذ البداية وفق رؤية واضحة حددت هذا الهدف، الدولة الليبية على حدودها مستقلة ذات سيادة، لا مجال لحديث عن تقسيم ليبيا أو أن تستنزف مقدرات الشعب الليبي من أطراف دولية أو إقليمية أقوى منه. هذه كانت الرؤية الواضحة. وفي إطار هذه الرؤية تمكنا من حشد المجتمع الدولي حتى لو كان في اطراف ممانعه. في اطراف طبعا دوليه واقليميه ممانعه، وكانت كل طرف ليبيا مطمع لانها دوله غنيه اتكسرت حقيقي، يعني الشعب الليبي او الدوله الليبيه اتكسرت. فلاصلاح هذه الكسور كل طرف بقى طامع في ليبيا كان عايز يفرض ارادته حتى ياخذ حصه كبيره من هذه الكعكه الليبيه. فمصر تحركت وتم تدشين ما يسمى بمرحلة انتقالية وصولا إلى هدف إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا يحدد بقى فيها الشعب الليبي هو عايز مين يحكم. ده الهدف اللي متصور إنه هيتحقق إن شاء الله خلال أشهر قليلة وفق جدول زمني متفق ليه، وأيضا وفق إرادة مجتمع دولي متوافق عليها. ده المتصور إن هو يحدث في ليبيا وفق هذا الجدول الزمني. وبالتوازي ايضا مصر تحركت زي ما كنا بنتكلم عن غزه، المبادره المصريه يعني اللي اركبت الكثيرين اللي اعلن عنها الرئيس السيسي لتقديم نصف مليار دولار للشعب الفلسطيني لاعاده الاعمار. مصر ايضا تحركت مبكرا في ليبيا حتى لا يتاخر الشعب الليبي كثيرا بعد اجراء الانتخابات في عمليه اعاده الاعمار. ليبيا لا تتحمل ولا تملك رفاهية الانتظار أكثر من ذلك. الشعب الليبي تعرض يعني لضربات موجعة ولمعاناة شديدة الوطأة على مدى يزيد عن 10 سنوات دلوقتي. تقريبا نصف أو أكثر من نصف الشعب الليبي غير متواجد على الأراضي الليبية، واللي موجودين بيعانوا أشد المعاناة بداية من أبسط احتياجات
الحياة اليومية، مياه أو كهرباء، ووصولا إلى حتى عدد تلقي رواتب الموظفين والعاملين في الدولة. لا يمكن كان الانتظار أكثر من ذلك. فتحركت مصر، وشفنا زيارة الأنبياء رئيس الوزراء المهندس مدبولي والمجموعة الوزرية معاه علشان يحددوا احتياجات عملية التنمية وإعادة البناء في ليبيا مع بدء التحرك لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في الأراضي الليبية. فالجهود المصرية مستمرة ومتواصلة، وأتصور أن هناك إدراكا شعبيا لدى الإخوة الليبيين تزايد يوما بعد يوم بأن مصر فعلا هي الظهير والسند للشعب الليبي الشقيق في الماضي وفي الحاضر وأيضا في المستقبل، زي ما قلت لحضرتك، بعيدا عن أي مشروطيات سياسية، لأننا ندرك تمام الإدراك، مثلما ندرك في الملف الفلسطيني وفي القضية الفلسطينية أن الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية الليبية أو الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من المصالح الاستراتيجية والأمن القومي المصري. هذا واقع وليس مجرد كلام. يعني أي ضرر يلحق بالجانب الليبي أو بالجانب الفلسطيني يشكل ضررا مباشرا لمصر، وبالتالي مصر مصلحتها في قوة ليبيا وفي قوة فلسطين، وليس مثل مصالح الآخرين في أن تكون ليبيا ضعيفة حتى يمكن يعني اتهام حكاتها بشكل أكبر، أو أن تظل الشعب الفلسطيني بلا يمكن التهام مقدراته بشكل أكبر، أو حتى في الجانب الفلسطيني، خلي حضرتك المقدرات الفلسطينية ليست فقط اقتصادية أو جيو استراتيجية، لكن هناك مقدرات دينية ومقدسات دينية بالغة الأهمية في الأراضي الفلسطينية. هناك أتمنى أن يريد أن يضع يده عليها بعيدا عن الشعب الفلسطيني. تمام. يعني احنا طبعا يعني بنؤكد ان بنتمنى يا رب استاذ محمد يعني ان السلام يعم في كل الدول الشقيقة وفي العالم كله، وينهي العنف، ويعني الاوضاع تبقى في هذه البلاد اوضاع يعني طيبة، وان شاء الله نراها عن قريب العاجل يا رب ان شاء الله. انا طبعا يعني بشكر حضرتك على وجودك معانا وعلى وقت حضرتك وعلى تحليل حضرتك للاخبار بشكل جميل، ويا رب كده نرى كل الخير في الفترة اللي جاية يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا الاستاذ محمد مصطفى، مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط للشؤون الخارجية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده خلصت فقرة الصحافة، اسمحونا نطلع فاصل ونرجع مع الفقرة الأخيرة. زي قلت لحضراتكم في أول الحلقة هنتكلم عن ظاهرة العنف، هنتكلم عنها بكل تفاصيلها، إزاي نقدر نعالج هذه الظاهرة وإزاي نقدر نحد منها، هو ده اللي هنتكلم عنه في الفقرة القادمة. بيسعدنا في الكلام عن هذا الموضوع هتكون معانا دكتورة إيمان عبد الله، استشاري الطب النفسي. فاسمحونا نطلع فاصل ونرجع مع الفقرة الأخيرة، خليكم معانا.